أنا هو العبد الذي دفن النعمة بيدي، فأعطيني أنت يا ربي قوة من يديك. أنا هي العذراء التي نفذ سراجها من الزيت، فأعطيني أنت يا ربي حكمة من عينيك. أنا هو الابن الذي من كفر بحب أبيه، وذلك التلميذ الذي أسلمك بقبلته. أنا هي الزانية التي بالحجارة هددوها، وتلك السامرية التي كشف ما في داخلها. أنا هو من أنكرك ومن لعن بشفتيه، فأعطيني أنت يا ربي البركة من كفيه. أنا المصلوب قرب صليبك، أنا هو الذي عينك، فأعطيني أنت ربي المغفرة من شفتيك. أنا المصلوب قرب صليبك، أنا هو